وسؤال يتوارد على اذهاننا منذ زمن بعيد، لماذا لا يمكن التنبؤ بموعد الزلزال وموقعه؟ بحسب تقرير نشره موقع ساينتيفيك اميريكان ويتجادل بشان هذا الامر، معسكران أساسياً المعسكر الاول يرى ان الزلزال يحدث نتيجه سلسله معقده من التاثيرات الصغيره وتفاعل متسلسل داخل صدع الارض، هذه الحركات البطيئه للصفائح التكتونيه تتسبب في تراكم الضغوط على طول الصدوع في القشره الارضيه، فيحدث الزلزال لذلك لا يمكن التنبؤ بوقوعه ابدا. اما المعسكر الاخر فيقول ان الانسان قد يكشف يوما ما عن مفتاح التنبؤ في حال العثور على الاشارات الصحيحه للقياس واكتساب الخبره الكافيه. الموقع يؤكد ان العلم لم يجد حتى الان طريقه للاعتماد على تنبؤات قابله للقياس تكون بمثابه مفاتيح تحدد بدقه مكان وزمان وقوه الزلزال الا انهم اي العلماء يسعون للوصول الى التنبؤ المفيد بهذا الشان رغم ان الفكره ستواجه معضلات علميه كبيره الباحثون في علم الزلازل يؤكدون ان الزلازل لا تقتل الناس بل المباني هي التي تقتلهم وهو ما جعل العلماء انفسهم يقتنعون بان الافضل هو بناء او تحديث المباني والجسور وغيرها من البنيه التحتيه لتكون امنه ومرنه تواجه اهتزاز الارض من دون ان تنهار. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات